بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل الجزء الثالث والأخير من قاعدة ويش أوف أولي. طبعا في الدروس السابقة حكينا عن عملية الريرايت أو إعادة الكتابة. اليوم راح نحكي عن جزء آخر مهم اللي هو عملية تعديل الفعل أو اختيار الإجابة الصحيحة. قبل أن نبدأ في عندنا ملاحظة مهمة لازم نركز عليها. إذا كان زمن الجملة الأولى مضارع بسيط يتم تعديل الفعل إلى ماضي بسيط، وإذا كان زمن الجملة الأولى ماضي بسيط يتم تعديل الفعل إلى ماضي تام، يعني دائما بنحول للزمن الأبعد. الآن نبدأ في حل هذا التمرين. Complete the sentences with the correct form of the verbs and brackets. Ali didn't pass his exams if only he heard last year. We have study. لو رجعنا لزمن الجملة الأولى اللي هي didn't pass، هاي تشير للسيمبل باست ماضي بسيط. إذا حنا للزمن الأبعد راح يصير بالشكل التالي اللي هو ماضي تام، فبصير حنا had studied. مثال آخر: زياد didn't know about Chinese culture when he went on a business trip to China. He wishes he a cultural awareness course. We have do. نرجع كمان مرة لزمن الجملة السابقة didn't know، هي simple past ماضي بسيط. إذا حلنا بيصير ماضي تام بالشكل التالي had done. مثال آخر: It was too hot to go to the beach yesterday. If only it cooler. We have be. إذا رجعنا كمان مرة لهذا الزمن من خلال was، هي simple past كمان مرة، إذا حلنا بده يصير بالزمن الأبعد اللي هو ماضي تام بالشكل التالي had been. المثال الرابع راح نتركه مؤقتا حتى نفهم معلومة معينة وبعدين نرجع له. نشوف هذا المثال أو التمرين الآخر. Choose the most suitable verb form to complete these sentences. Ziyad isn't very good at basketball. He wishes he taller. طبعا إذا رجعنا لهذا الزمن اللي هو is أو isn't، هي simple present، فجوابنا بصير ماضي بسيط. الخيارات اللي أمامنا is where was. طبعا بشكل عام أي إجابة تشيل المضارع فهي خاطئة. بصف عندنا was أو where. طبعا was حكينا لا تستخدم في هاي القاعدة بغض النظر شو كان الفاعل، فجوابنا where. I can't do this exercise. I wish I ate. طبعا من خلال can't فهي تشير إنه زمن الجملة مضارع، فجوابنا راح يصير simple past ماضي بسيط. الخيارات اللي أمامنا understood، understand، understanding. بما إنه الجملة مضارع فالإجابة راح تشير إلى الماضي، فجوابنا understood. مثال ثالث: Mr. Haddad doesn't understand the Chinese businessman. If only he Chinese. نرجع كمان مرة. Doesn't understand هي مضارع بسيط. إذا جوابنا راح يصير بالماضي البسيط. خيارات speak، spoke، had spoken. إذا جوابنا spoke. هلا هاي الجملة مثلا لو كان عندنا didn't بصير جوابنا had spoken. مثال الرابع والأخير: Jordan needs to import a lot of oil if only it larger oil reserves. الآن من خلال needs هي simple present، فجوابنا بصير simple past. We have has، had، had، had. إذا جوابنا هنا إيش؟ had فقط. الآن راح ننطلق لحل مجموعة من التمارين اللي اجت في أسئلة وزارية سابقة على هذا الجزء، ونمشي نفس الطريقة. ف
Paris has lost his wallet. إذن Paris has lost his wallet if only he more careful. من خلال زمن الجملة الأولى اللي هو has lost، معناته جوابنا راح يكون الماضي، صيغة الماضي. تمام، عندنا هنا has lost، خيارات اللي عندنا has been، had been، have been، is. is أو have أو has هي تشير للمضارع، فجابتنا had been more careful. I'm sorry I made you angry last night. I wish I at you. من خلال الverb made، verb to، جوابنا راح يكون في الماضي. hadn't shouted، hasn't shouted، I'm not shouted، don't shout. الخيار الوحيد اللي يشير للماضي في هذه الحالة اللي هو hadn't shouted. زيد didn't know about Chinese culture. He wishes he a book about it. من خلال didn't know تشير للماضي، إذا جوابنا ماضي تام. has read، reads، had read، have read. have أو has أو reads هي مضارع، إذا جوابنا had read. I didn't wake up early and I missed the bus. I wish I early. من خلال didn't wake up هي ماضي بسيط، إذا جوابنا بيكون ماضي تام. wakes up، wake up، had waken up، have waken up. إذا جوابنا had waken up هو الخيار الوحيد الذي يشير إلى الماضي. I always have to get home early. I wish my parents me stay out later. We have let's، won't let، would let، will let. نرجع لزمن الجملة من خلال have اللي هي بتعطينا the present، إذا جوابنا بيكون في الماضي. الخيار الوحيد يشيل الماضي اللي هو كلمة would وبعديها let. رامي didn't play basketball very well. He wishes he a professional player. We have becomes، will become، become and had become. طبعا من خلال didn't play في عنا هنا ماضي بسيط، إذا جوابنا ماضي تام had become. هيك نكون غطينا الأشياء الرئيسية المهمة جدا في هاي القاعدة، لكن بتبقى عنا أجزاء يكون عنا علم فيها ومعرفة. راح نحل أحد التمارين المتعلقة في هاي القاعدة. Complete the sentences with the words from the box. The first one is done for you. معطينا hadn't، if، wish، had، استخدمها مرتين، أو only. I couldn't understand anything if only I had studied Chinese. الآن Ibrahim was right and I was wrong. I wish I listened to him. طبعا هنا معطينا listened فناقصة جزء اللي هو had listened to him. إبراهيم كان على صواب وأنا كنت على خطأ. يا ريت لو استمعت له. I فراغ I had known more about the company. نحل هذا الجزء. طبعا I بدها wish لأنه wish بتيجي between two subjects، فبحكي I wish I. كمل الجزء الآخر. If I had done some research. If ناقصها طبعا if only، طبعا لأنها تكمل إلها، فبصير جوابنا هنا if only. I am very hungry. I wish I eaten before I went to conference.
I wish I eaten. We have verb 3. إذن ينقصها I am very hungry. I wish I eaten before I went to the conference. I wish I we have eaten. إذن ينقصها had كجزء ناقص. إذن بحكي had وتكملتها eaten. ننتبه لهاي. I regret the deal now. I wish we done it. طبعا بالنسبة ل regret دائما جوابها بيكون منفي اللي هو hadn't و verb 3 إلا إذا كان عندنا تحويل عكسي زي ما حكينا في درس سابق. فالجزء الناقص في هاي الجملة اللي هو hadn't. الآن في عندنا جزء آخر تمام، هذا تقريبا آخر تمرين في هاي القاعدة. في معلومة حطينا عليها خط في بداية القاعدة اللي هو حكينا بالشكل التالي: The tense of the verb after wish is more in the past than the action it is describing or describing. زمن الفعل المستخدم بعد wish يكون أقدم من الفعل الموصوف في الجملة الأصلية. هذا الجزء يعتمد على فهم معنى الجملة. الآن نشوف كيف طريقة حل هذا التمرين. Use the prompts and write sentences with wish and if only. The first one is done for you. لأن احنا بشكل عام بنحول من مضارع إلى ماضي بسيط ومن ماضي بسيط إلى ماضي تام باستثناء هذا الجزء. هون في عنا الجملة جزئين. الآن المثال الأول بيحكي لي I'm cold، بنستخدم bring a coat. إذا بنلاحظ طريقة الحل، إذا اعتمدت على الطريقة العامة I'm cold هي مضارع، جواب بيكون ماضي بسيط. هون بيختلف حلي بشكل آخر. حليناها بالشكل التالي If only I had brought a coat أو I wish I had brought a coat. تمام؟ طيب كيف بدنا نعتمد طريقة الحل؟ هون في عنا جزئين. جزء أول يشير إلى نتيجة في المضارع لكن الفعل حصل في الماضي، فهنا مباشرة بنحل من مضارع إلى ماضي. نقرأ الجمل وبعدين نوضح أكثر. للمثال الأول We are late، نحن متأخرين. بدي أحكي يا ريت لو نهضنا مبكرا، إحنا نهضنا متأخرين وخلصنا. I feel ill، أشعر بالمرض. Not eat so many sweets، الآن هو شعر بالمرض الآن نتيجة لأكله لحلوى في الماضي. Fadi has lost his wallet. Be more careful. Fadi فقد محفظته. يا ريت لو كان أكثر حذرا. هو فقدها وانتهى. هاي النتيجة. طبعا الحذر هذا اللي هو later advice نصيحة متأخرة. Huda was too busy to visit us yesterday. كانت مشغولة تزورنا بالأمس. يا ريت لو كانت قادرة على المجيء. I have broken my watch. كسرت ساعتي. Not drop it. لأن الساعة انكسرت وانتهت. يا ريت لو لم تسقط مني. إذا هنا الأجزاء الأولى في كل جملة بتعطينا نتيجة في المضارع لكن الفعل أو السبب حصل في الماضي. فبنحول هذا الجزء اللي هو السبب لماضي تام. هذا من ناحية المعنى. اللي عنده صعوبة في المعنى ممكن نلجأ لهاي الطريقة. إذا كانت النتيجة تشير إلى أحد أفعال بي زائد adjective أو adjective أو have has verb 3، هاي الأشكال بتعطيني نتيجة في المضارع لكن السبب متى حصل؟ في الماضي، فبحولها ل had زائد verb 3. لو اطلعنا على الأمثلة اللي عندنا، المثال الأول we are late تمام. هون عندنا احد افعال بي زائد adjective we are late. طيب هون I feel ill، عندنا I feel ill adjective. فادي has lost has plus verb 3. Huda was too busy b plus adjective.
I have broken. Have verb 3. إذا إن هاي الأجزاء معناته تمام. الآن نشوف المثال الأول. We are late. Get up earlier. هنا نستخدم wish of all. طبعا wish of all زي ما حكينا سابقا معطوني نفس الإجابة. بنبلش في حل الجملة الأولى تمام. بنحكي بالشكل التالي، مرة بدي أحلها بوش مرة if only. الآن نحلها بالشكل الأول اللي هو I أو if only we اللي هو subject. الآن got up earlier بحولها ل past perfect فبصير حلي had gotten up earlier. طيب لو بدنا نحلها بقاعدة wish أو طريقة wish راح يصير عندنا نفس الحل تمام. فبنحكي بالشكل التالي، السبجكت الأول we بعدين wish كمان مرة we كمان مرة had gotten up earlier. طيب مثال الثالث. I feel ill. Not eat so many sweets. برضو نفس الطريقة. If only I hadn't eaten so many sweets. أو بطريقة أخرى I wish I hadn't eaten so many sweets. مثال الرابع. Paddy has lost his wallet. Be more careful. تمام؟ الآن الشكل الأول بنحكي if only he had been more careful. أو بطريقة أخرى he wishes he had been more careful. مثال الخامس. Huda was too busy to visit us yesterday. Be able to come. الآن الشكل الأول. If only she had been able to come. أو she wishes she had been able to come.
مثالي الأخير: I have broken my watch, not drop it. الآن بالطريقة الأولى نستخدم if مثلا، then if only I hadn't dropped it. أو إذا بدي أستخدم وش فبحكي بهذا الشكل: I wish I hadn't dropped it. الآن لو رجعنا للجملة اللي تركناها سابقا في هذا الجزء: I feel ill, I wish I so many sweets. طبعا إذا طلعنا هون احنا بدنا نحكي إنه هاي كلها ماضي وتصير ماضي تام، لا، فهون عندنا I feel ill اللي هي بتعطينا adjective، هاي نتيجة لسبب حصل في الماضي، فجوابنا بيصير نفس الطريقة: hadn't eaten. الآن ضل عندنا ملاحظة أخيرة في هاي القاعدة، نرجع لهذا الجزء. هون مكتوب extra information، يعني معلومة إضافية مش مطالبين فيها، كانت موجودة في المنهاج القديم. إذا وجد في الجملة فعل مدل مثل can't أو أحد العبارات التالية: would like to, want to, need to، حولها إلى could لما حدث في الجزء الآخر من الجملة، يعني أولوية الحل لهذه العبارات الثلاث اللي هي need to, want to, or would like to، وكذلك في عنا إيش؟ can't مع حذف الجزء الآخر من الجملة. في عنا المثال التالي: I read slowly and would like to read more quickly. I wish، طالما في عنا would like to معناته بعتبر حلي من هون مع حذف الجزء السابق، فبصير حلنا بالشكل التالي: I wish I could read more quickly. I could read more quickly. مثال آخر: I'm really tired but I can't sleep at night. طالما ان can't معناته علوية الحل لها مع حذف الجزء الآخر، بصير حلنا بالشكل التالي: I wish I could at night. لأن تكملة لهاي الملاحظة: إذا وجد في الجملة فعل مدل مثل want نفس الطريقة، تمام، حول want إلى would مع حذف الجزء الآخر من الجملة. My friend won't give me my CD back. I wish. الآن الحل كالتالي: I wish. لأن subject my friend ممكن أحكي he أو she won't تحول إلى would، وبنكمل give me my CD back. هيك بنكون غطينا
هاي القاعدة بشكل كامل. طبعا اليوم راح نزود لكم برابط لامتحان إلكتروني على هاي القاعدة. بعد ما ندرس جميع تفاصيل هاي القاعدة نبدأ بحل هذا الامتحان، ونتمنى نشوف تفاعل أكثر.